السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من مطبخ أم رسلان مع تدبيرة جديدة اليوم اللي هي كيفية الاحتفاظ بالبازيلا اللوبيا الخضراء ولوبيا ماشتو أو لوبيا مونشتو، كل واحد كيفاه هي يسميها. هنايا قبل ما نقول لكم كيفية الاحتفاظ راح نقول لكم كيفاش نظفتها. أكيد راح تنظفيها، تنحي لها الزوائد اللي نطيشوهم. من بعد غسلتها مليح تحت الماء، من بعد درت لها الماء وشوية تاع الخل. الخل كيما تعودتوا عليا انا الخضره تاعي كامل ندير لها قطره تاع خل باش نحي لها هذوك الحشرات الصغار اللي ما يبانولناش بالعين المجرده. خليتها شويه واحد 5 دقائق في هذاك الخل، من بعد عاود شللتها مليح تحت الماء. درك واش راح ندير لها؟ راح كنت وجدت الماء فوق النار، يعني الماء يسخن، راح نلوح عليه اللوبيا. هنايا الماء وحده، يعني لا ملح ولا حتى حاجه، راح ندير غير الماء وحده هكا. راح نخليها في الماء. هنايا اذا شفتي شفتيها دارت طبقه من فوق بيضاء، كشغل كيما نقولوا حنا رغوه، الرغوه هذيك حاولي انك تنحيها لانه هذاك راه هي رواسب كانت لاصقه فيها، راح تخرج مع الماء تما مع الغليان. تنحيها من بعد نشوفوا التتمه. هنا غير تبدا تغلي شويه، حسبي لها 2 دقائق 3 دقائق، نحيها من الماء سخون، ديريها مباشره في ماء بارد، كوني موجدة ماء بارد باش تحبس طياب. هنايا كيما تشوفوا ما دارت ليش هذيك الرغوة البيضاء لخاطر غسلتها مليح. بعد ما خليتها في الماء البارد حتى نبردت تماما صفيتها من الماء. دوكا راح نقسمها الاقسام كيما تحبي ديري، يعني كونتيتي اللي تحبي تكونجليها كونجليها. جيبي اكياس تاع التجميد الخاصة بالتجميد. هنا راح نهز كميات، انا راح نقسمها على 3 هكا، يعني تقسمي كيما قلت لك الكميه اللي تحبيها ترطيها ولا كيما حبيتي ديريها. تقدري حتى ديريها في تحتفظي بها في كيما نقولوا حنا بورت مونجي وتلوحيها في الثلاجه الوقت اللي تحبي تستعمليها. جبديها راح تستعمليها عادي جدا، تلقاها وكانك هذا وين شريتيها ونظفتيها راح تطيبيها. هذه هي طريقتي في الاحتفاظ بالبازيلا او اللوبيا الخضراء. اللي عجبت هالطريقه ما عليها غير ديريها من الفيديو، واللي اول مره راح تشوف الفيديو ما عليك غير تشتركي وتضغطي على الجرس باش يوصلك كل جديد. والى اللقاء مع فيديوهات جدد ان شاء الله.